وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أهلية محلية. سؤالي لليوم، لو كنت بمكان الشخص المسؤول عن عملك، جامعتك أو مدرستك، شو التغيير اللي ممكن تقوم فيه؟ التغييرات رح بتكون كثيرة، شاركوني بتعليقاتكم. لو أنا مسؤول في مجال عملي، أضبط الشوارع أهم شيء، ويعني أنقص شوي من الإيد العاملة. يعني في عالم جشعين بالصناعة، كثير جشعين، أروح أدور عليهم، أعمل دوريات عليهم، أشوف التكاسي إيش، يعني مشان هيك يعني ينعكس على المواطنين. أول شغلة نسويها هي نصرف مكافأة للأسايش ولليبكة والترافيك على اسبوع البرد الراح، مزبوط ولا لا؟ يستحقون ولا ما يستحقون؟ ثاني شيء رفع الرواتب، هاي اهم شغلتين اسويها، خلاص كفي. اهم شيء يامنوا للشعب خبز ومازوت، اهم شيء هاي، والكهرباء يضبطوا للعالم. يعني الامبير 1500 ليره والله يعني كثير على الشعب، يعني في عالم ما فيهم يشتري ربط الخبز يدفع 1500 ليره، يعني مشكله. يعني انا هالشيء هذا عندي اقوله للمسؤولين، يعني مو لي، والباقي على الله. كمان اولا تامين معيشه المواطن، يعني كمحروقات، كمثلا طرق، تظبيط طرق، هي الطرق يعني الجوره شي متر بيها. ثانيا مازوت، والله بي اطفال ما عندهم مازوت، شيل قنينه 4 رتال، مو برميل 200 رتل، 4 رتال بدك تعبيها، يقول لك الغازيه والله ممنوع. من مين ممنوع؟ اولا انا سيري بالمشرمح، يعني يا من الحزب يا من الدوله، النظام يعني إيه؟ والمواطن وين يروح إذا الحزب ما يساعده والدولة ما تساعده؟ مين يساعده؟ أبدا. 4 رتال ما يعبي لك إياها، ممنوع. أنا ما جاي تاجر أبيع مازوت، يعني فهمت علي؟ ما جاي تاجر أبيع 4 رتال، ما تنباع معي. برميل ممكن لا تعبي له برميل، بس 4 رتال تمنعه؟ روحي شوف شلون الغازيات العالم، شلون طرقات، شوف شلون العالم طرقات، ما بي ميتة من البرد. وشفت أنتوا موجة هالثلج وموجة هالبرد شلون على المواطن؟ المواطن وين يروح؟ اكثر لا اكثر ولا اقل، هي البدنيه. والله مني حمد، ايش تبغي عندها؟ اول شيء جامعتنا هي انا مهندس معهد صحيب، هي كعادي ما فيها شيء نظامي، تواقيت مو نظاميه، حتى اساتذه يعني كلها مو كثير، يعني قد العلامات اللي يعطونا اياها مو هيك، انه بيكون شيء ما يعطونا الشيء اللي نحن نستحقه، هو هيك يعني. هذا الشيء اللي راح اعمله. شو راح تغيري اذا؟ شو بدك تغيري؟ يكون شيء نظامي، يعني يكون انه راح اعطي شيء انه يكون نظامي، ويكون كل واحد يستحق انه طالب يعطي حقه، يعني وبلا رشوه ولا شيء. والله عم تخصوا دائما مواطن خش دولار تاع ذا المكري يقول لك تذكر شو ودعي مش حق مرزح متى بس هي بيروح اوكي خش المسؤول بكره يبقى دي مسؤول ما يعني طلبي مواطن غريب حكي بجي اني بايا تذكر شو انا هلا المواطن اذا يكون مسؤول ويجي يشتكي لي بدي اضل ورا الشغله الى بما الاقي لها حل او اشيل حالي من المنصب كلياته اذا ما يطلع بيدي شيء غير هيك انا بدي امشي معاه يعني انا اجوني البلديه اجوا اشتغلوا والله يعطيهم العافيه ما اقول لهم لا ما اشتغلوا بس اجوا انا بيتي طايف يجون يشتغلوا لي هون بعد بيتي بشي 500 متر 600 متر وانا بيتي ما استفادت شيء هلا اذا تروحوا تشوفوا البيت لهلا طايف يعني انا ما اقدر افوت من الباب وهلا بدكم تروحوا تصوروا وتشوفوا الطرق مثل المدارس مثل مشباب مشافي مثل كل شيء ايه تبنيون يعني ولا كيف؟ يلا شلون؟ ايه شو حال الطرقات عندنا ليش؟ ها؟ شو حالها؟ فاينة الطرقات عندنا فاينة، إذا تكون فاينة الطرق صلحها. إيه؟ أول شيء بدي أفحص يعني الوضع المادي، الوضع المادي للمواطن دخله ما بيكفي مثل على المعيشة، يعني اليوم الدولار فوق 1000، فالمعيشة يعني دخل المواطن ما يوصل ل100 دولار أو أقل إذا تقارنينها بين الليرة السورية والدولار. فأرفع الرواتب للموظفين، أحاول أني أخلي رواتب لدفاتر العائلة، في ناس بالعوائل ما في عنده يعني موظفين، مو بس للموظف.
اشوف السلبيات، في سلبيات كثيره، مثل اليوم ضرائب الدخل على المواطن، ضرائب على المحلات، على المطاعم، على المواطن العادي اللي يمشي عليه ضرائب عم يحطوا عليه ضرائب، الرخص مثل رخص عمار، رخص الحفر بير، رخص هاي كلها ترجع سلبيه على المواطن.